بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح ومساء الخير بتوقيتكم. طبعا فطورنا اليوم مو فطوري، فطور عيالي كروسان بالشوكولاتة. صراحة خيار جدا 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 سيء، لكن أبوهم جابوا وكانوا توهم صاحين ومرة يبونه، فما حبيت أني أقول لهم لا، أعطيتهم حليب. ولا بالعادة ترى أنا ما أحب صراحة أخليهم يفطرون على كروسان أبدا، لأنه مهما كان الشوكولاتة كلها دهون وأشياء ضارة، فمي خالف يعني سناك مثلا مرة باليوم، بس على الصباح الريق أحس صعبة. فتحت الثلاجة وأخذت لي كوب قارورة موية باردة. طبعا ما أفطرت، مو مشتهية فطور، عندي اليوم عزيمة. كانت الساعة تقريبا 9، فطلعت الدجاج عندي وجهزت المقلاية والقدور عشان أبدأ أجهز إيش اللي راح أسويه. طبعا أنا مدونة عندي المهام اللي راح أسويها، فراح أسوي بدوقهم سلطة الشمندر بالكينوا، وراح أدوقهم بعد كوسة البشاميل باللحم المفروم. مسويتها أتوقع معاكم قبل، لأنه ما كان معي وقت في التصوير. فهنا سويت اللحمة، طبعا لحمتنا فريش، ما أحب أجيب اللحمة العادية. وهذه الكوسة حجم كبير عشان أسويها للكوسة البشاميل، مرة لذيذة. وهنا الحلا، سويت سلطة الفواكه وبضيف عليها الكاسترد، أنا مسويتها معاكم برمضان. راح أحط لكم كل روابط الوصفات في صندوق الوصف. بس بصراحة ما أذكر هل أنا سويت معاكم كوسة البشاميل أو لا، بس أتوقع أني مسويتها لأنها من الأطباق المفضلة صراحة عندي. وبس هنا حطيت عليها كل الفواكه، أضفت زيادة بس اللي هو الجوز الهند الرطب، مرة عطاه طعم لذيذ وقوام حلو. بس هنا خلصت أطباقي تقريبا الساعة 12:30 كذا، صليت الظهر وبعدين بديت أطلع الصحون كلها وأغسلها. أحب أجهز العزيمتي حتى لو كان بالليل، أحب أجهز لها بدري عشان أخذ راحتي وقت العزيمة، يعني ما أضايق مثلا في شيء ما جهزته، في شيء ما سويته، لا خلاص كذا كل شيء عندي جاهز ومنظف. البيت عندي مسويته قبل بالليل، يعني منظفت أنا والعاملة ومخلصين كل شيء. فخلاص ثاني يوم بس تجهيز الأطباق وتجهيز السفرة. فما حبيت أجهز السفرة لين أسوي أطباقي كلها وأنظف البيت وأشطبه كامل، يعني المطبخ بعد الطبخ، ومثلا صالتي معي شيء محتاجة، ولا الباقي الحمد لله كله نظيف. وطلعت الأشياء اللي بنسقها على السفرة وقعدت أركب شموعي، وخلاص كذا تكون كل الأغراض عندي جاهزة. هنا حسيت انه شوي متحرك، ما ادري شو السبب، ممكن من الحركة، بحاول اسوي له صمغ يمكن ان شاء الله ينفع فيه. وبس والله جهزت اغراضي وجهزت طاولتي وبديت. هذا هو اللي اقول لكم كأنه مكسور، ما ادري صراحة شو اسوي فيه، ممكن يكون مسمار من تحت ما تأكدت. بعد ما غسلت الصحون خلاص جاء وقت تجفيفها. احب صراحة ما ادري ما احب امسح الصحون التقديم اللي بالكلينكس، أحس أنه ينظف من قلبه يلمع، فمسحتهم وجهزتهم خلاص. طبعا في تنسيق السفرة أنسق تقريبا كانت الساعة، يوم منسقت تقريبا كانت الساعة 2:30 بعد ما خلصت نظفت وقضيت، أخذت لي شاور. وبعد ما خلصت أصير أرتب على روقان، لأني لو أرتب وأنا ما خلصت ولا جهزت أصير مرة متوترة. فالحمد لله بعد ما خلصت تنظيف ونسقت سفرتي وخلصت، جاء وقت اللي هو تعطير البيت وأتجهز. طبعا البنات بيجوني تقريبا على المغرب، فالحمد لله يا ربي لك الحمد والشكر على التيسير، يعني أنجز مرة، اللهم لك الحمد. والسبب يا بنات سنة الضحى سبحان الله وقراءة القرآن، والله جد الأيام اللي أتسنن فيها الضحى وأقرأ القرآن أنا حريصة الحمد لله. بس لما أقرأ قرآن وأتسنن أحس يوم يكون كله بركة، يكون سبحان الله أسوي أشياء ما توقعت أني راح أسويها يعني بروحي. أنا راح أجيب إن شاء الله عاملة تساعدني بالليل بعد العشاء، بس يعني وقت التجهيز وكذا ما كان عندي أحد. الحمد لله يا ربي لك الحمد والشكر، ربي قواني والحمد لله تيسرت وكل شيء جهزته قبل عشان أخذ راحتي وأصير أنا يعني أجلس مثلا ألبس أو أتزين وأنا مرتاحة. هذا اللوجو نسيت أقصه، أبشركم كنت ناوية أقصهم ونسيت. وبس رتبت السفرة، حطيت اللبادات وحطيت الكلينكس على كل طاولة ووزعتهم، بكذا أكون الحمد لله يعني مرة رايقة. أحب أقول لكم التجهيز يكون جدا مسبق،
مثلا الأكلات وكذا عشان ما تخرب عندي، أول ما جهزها دخلها الثلاجة. مثلا الكوسة بالبشاميل دخلتها بدون ما أحط صوص البشاميل وقت التقديم، يعني إذا جوني البنات وكذا الساعة، يعني مثلا بحط عشاي 10 أدخلها الفرن 9:30 وخلاص يكون كل شيء عندي مسخن. وفتت المسخن، أي سويت فتت مسخنة، مسخنة حطها بالثلاجة لأنها سلطة يعني تعتبر باردة، وسلطة الشمندر كلهم بالثلاجة، بس ما أحط عليها السلطة يعني صوص إلا وقت التقديم. بس كذا الحمد لله رتبت كل شيء وكذا ارتحت صراحة نفسيا. أحس اليوم اللي أرتب فيه بدري العزيمة أكون جدا رايقة، لأنه وقت العزيمة ودك تاخذين راحتك بالسوالف، ما ودك وراك شيء تتوترين. عشان كذا حلو العزايم دائما اللي تكون بترتيبات مسبقة، يعني تعرفين قبلها مثلا 3 أيام 4 أيام تقدرين ترتبين وتعرفين مهامك وتعرفين ايش راح تسوين. الأكل حتى لو أني طلبت أكل من برا ما راح يكون بلذاذة أكل البيت. فالحمد لله لما تنسقين وترتبين كل شيء وقت التقديم، وقت يعني مسبق، ترتاحين. فهنا عندي سلطة الفواكه، فتت مسخن، هنا طلبت كبسة من المطعم أعطيتهم السخان وعبولي، وسلطة الشمندر وكوسة بالبشاميل. فالحمد لله يا رب لك الحمد وشكر، أعجبهم مرة واستمتعنا احنا هناك الصراحة، واستمتعت بزيارتهم وشرفوني ونوروني. الله يرفع قدرهم يا رب ويجمعني وإياهم في جنات النعيم، والله يديم علينا يا رب بالصحبة الصالحة. وهنا ثاني يوم صراحة نمت، كنت مرهقة، سهرنا إلى تقريبا 1:30، مرة تأخرت بالنومة اليومين هذه، صايرة أتأخر ما أدري شو السبب. فنمت صراحة كل شيء على مكان إلا المواعين كذا مغسلتهم العاملة ونظف المطبخ قبل تروح. فكنت الحمد لله يعني ما عندي شيء إلا مجرد ترتيب وتنظيف. على طول صحيت وروقت كذا وبديت أنظف، تنظيف بسيط، ترتيب الكنب إذا في مثلا بقع على الطاولات، شيء مرمي كذا أنظفه وأرتاح مرة واحدة. المهم بديت أرتب ونظفت وقعدت أكنس ومسح الطاولات، لأنه سبحان الله لما آخر اليوم حتى لو نظفت بيكون تنظيف سطحي. فقلت يلا مو مشكلة مدام ما في شيء، يعني العاملة رغم أن العاملة مكنسة والله، بس بعد ما راحت كان في شوية حوسة، يعني شربنا شاي وكذا فنحاس شوي. بديت أرتب الطاولة وأرتب هنا صالة المعيشة، يعني سويت ترتيب صباحي كامل للبيت كله. فالحمد لله يعني ما يكون ذاك الحوسة مرة، لأن ما كان معنا أطفال يعني 2-3 كذا، فكان هالشي يعني مريح بالنسبة لنا. يعني صراحة الأمهات ما يروقون إلا الله يصلحهم لين يكونون ببيوتهم. يعني الأطفال إذا صار في جمعة أطفال وسوء حوسة يعني يصير في ضغط شوي، لكن الحمد لله يا ربي لك الحمد والشكر على التيسير. هنا حطيت الشموع بس ما شغلتهم. هنا الأكوام كانت مغسلتهم وجففتهم لي وحطتهم، أنا رفضت أنها ترتبهم، خفت أنها لأن الدولاب شوي مرتفع فخفت أنها تطيحهم، فقلت عادي حطيهم على الطاولة وأنا بكرة أرتبهم. فتحت الأدراج وبديت أرتب كل شيء مكانه. العاملات يعني صراحة يخدمونك وكل شيء، بس وقت الترتيب ما شوفوا طبيعي، أنا لو بكون بيت واحدة ثانية ما راح أعرف المكان اللي يعني موزعته هي فيه، فما نشرح عليهم، يعني لازم إيدنا بإيدهم كل فترة لين تتعود العاملة وتعرف نظام رعاية البيت. لكن بما أن عاملة تجيني يعني فترة وتروح فما راح تعرف إيش طريقتي وإيش ترتيبي. هنا رتبت الكاسات، هذه كاسات مخصصتها للضيوف بس وقت العزيمة وكذا أطلعهم وأستخدمهم. والوقت الثاني يعني صراحة ما أحب، مو ما أحب، شوف أنا ما عندي صراحة شيء للضيوف وشيء لا،
بس أحس في أشياء يعني تصير موجودة عندك منها كذا نوع، فأحس ما تحتاجينها، فخلت الأكواب يعني وقت الضيوف وكذا أستخدمهم. وبس هنا بديت أرجع كل الصحون مكانهم، رتبت الطقم الجديد هنا، حسيت إنه حلو ومرتب وسهل يعني أوصل له بسرعة إذا كنت محتاجة وكذا يكون سهل. فدخلت على المجلس وحطيت شمعة بعطر، وكانت النية صراحة إني أروق على كوب قهوة، بس ما الله كتبها، كان عندي ارتباط ما قدرت صراحة، بس قلت خلنا شغل شموع عشان تعطر. لكن بحذركم بنات من هالشموع هذه، انتبهوا تشغلونها فترة طويلة، أنا مرة نسيتها، ولو تشوفون مقطعي في التيك توك تنصدمون، بغى يحرق علي الطاولة يعني. تخيلوا كنت نايمة وأسمع فجأة طقطقة، ما أدري إيش الصوت، تعرفون صوت النار إذا بدأ يطقطق الحطب؟ والله يا بنات ربي سلمني. لما كذا صحيت فجأة يعني ما أدري شلون صحيت، كأن يعني منبه رباني سبحان الله. لما جيت لقيت الشمعة منكسرة وصايرة زي النار من فوق، والله يا بنات لا إرادي سبحان الله، ربي ألهمني أني أحط فوطة فيها موية وغطيها فيها، فالحمد لله يعني تداركت الوضع، يا ربي لك الحمد والشكر بتوفيق من الله. وطفت عندي، تركتها شوي بردت، بعدين شلتها بصينية وعلى طول وديتها برا. يعني تخيلوا لو شبت نار على الحطب أتوقع البيت كله احترق، لأن أغلب بيتي أنا خشب. فالله يكفينا يا ربي شر الحريق وشر النار وشر الإنسان، يعني يخاف على نفسه من كل شيء، لكن الحافظ هو الله، والأذكار والقرآن دائما في البيت هو البركة. فحلو أن الواحد يشغل القرآن كل الصور، يعني إن شاء الله فيها بركة، القرآن الكريم يعني بركة في كل شيء. فحاولوا دائما البيت، راديو، تلفزيون، أي شيء، أهم شيء تشغلون القرآن في البيوت، سبحان الله سكينة هدوء، شيء ما يوصف سبحان الله. والقارئ عبد العزيز السحيم الفترة هذه صراحة أحب أسمع له مرة كثير. هنا لقيت الشمعة مكبوبة صراحة على الأرض، مرة ما حبيتها، فحس شموع إيكيا مرة حلوة، شموع هذه أخذتها من محل بس مرة صراحة سيئة جودتها، فحطيت لما شغلتها حتى بسرعة شبت النار، ما أدري ما جازت لي. هنا قعدت أمسح الطاولات وأنظف. في طريقة لإزالة الشمع، تحطون فوطة فيها موية حارة وعلى طول تمسحونها، لكن أنا ما أدري اليوم كنت عجازة شوي أو شو قصتي، جبت سكينة بلاستيك كذا وحكيت شوي وطلع معي على طول والله. بس الأفضل تجيبون سفنج المواعين أو فوطة وتنقعونها بموية مغذية وتحطونها عليها على طول، بنات تنظف معاكم. وبالنسبة للسلايم إذا انكب على الأرض نفس الشيء، تستخدمون لموية حارة. هنا ما حبيت أحط موية حارة لأن الطاولة خشب ممكن يأثر عليها، بس سويت هالطريقة ونظفت معي ولا تخدشت، لأن السكين بلاستيكية وما لها راس يعني مثلث، لا دائري، يعني حركته انسيابية كذا. وبعد ما خلصت دخلت على الطاولات ومسحتهم، والله يا بنات ما أخذ نصف ساعة مني شغل وتنظيف. يعني تخيلوا لو أتركه ويتراكم مثلا الشغل علي مثلا اليوم بكرة ما نظف، فالروتين التنظيف اليومي وباستمرار أي شيء قدامك شيليه، أي شيء بقعة قدامك وسخة ما هي بنظيفة شيليها، بهالطريقة مرة تريحك وتخلي بيتك دايم نظيف ودايم مرتب، يعني ما تحتاجين جهد ولا تعب. فالحمد لله يا ربي لك الحمد، وعسى الله يا ربي يديم علي وعليكم الصحة والعافية. ودائما إذا عجبكم شيء قولوا ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك لهم وارزقنا كما رزقتهم. والله يا بنات هالدعوة سحر، يعني أنا مو بعشان أنكم تقولون كذا لا والله، بس عشان سبحان الله أي وحدة تتمنى شيء أنه يصير لها. أنا من الناس اللي كنت أتمنى يكون عندي بيت ملك، فكنت لما أدخل بيوت وتعجبني والله كلمتي الوحيدة اللهم بارك لهم وارزقني كما رزقتهم. ففعلا ربي يرزق يعني بشيء، معلش قاعدة أتقهوى، ربي يرزقك بشيء ما كنتي تحلمين فيه. أول شيء لأنك أنت ما اعترضتي على رزق الله لهالأشخاص، بالعكس دعيتي لهم بالبركة ودعيتي ربك اللي هو معطي وهو الرازق، وتعرفين هالشيء هذا كله بيد الله سبحانه. فلما تدعين هالشيء هذا تؤمنين بقدرة الله إن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، كذا
يعني ربي بيعوضك عوض الجميل. بعدين شغلت القرآن وكان عيالي أساسا جالسين على التلفزيون ولا أنا ما أحب أشتغل. الحمد لله أنجزنا يا ربي لك الحمد والشكر وبركة اليوم دراسة. كلها فالحمد لله كذا أقابل يومي براحة وبسكينة. ونشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه.